انا بحب شيكابالا بس غلط، بحب عبد الله جمعه بس غلط، وليد سليمان غلط، وكهربا غلط، كل اللي غلط المفروض ياخد جزاء. اللاعب يعتبر قدوه للجمهور بالكامل، للاسره بالكامل، المفروض يكون قد المسؤوليه اللي هو اتحط فيها ديا كواجهه وكصوره. اللعيبه لو بتلعب مع بعض حلو الجمهور يعني مش هيتكلموا في حاجه، هيشجعوا بحلو، تبقى الكوره كويس. بقينا نمشي في اي مكان سواء في مواصلات عامه او في اي حته بنسمع الناس بتشتم بعضها، فطبعا لو كان المباراه يعني تمت على اكمل وجه ومفيش اي مشاكل حصلت ما كناش هنلاقي الروح دي بين الناس، كنا كل واحد هيهني التاني وهيقول له مبروك وخلاص والدنيا حلوه وجميله. لكن طبعا اللي حصل ده صداه في الملعب اثر على الشارع بشكل عام، يعني كده هيخلي واحد ما يتفرجش على كوره خالص. احنا بنتفرج احنا واهالينا والناس، ما ينفعش نشوف المناظر دي. تصرفاتهم كانت غريبه قوي، وبالذات شيكابالا وعبد الله جمعه. انصحهم ان هم يبصوا لبره يشوفوا اللعب بتاع بره بيلعبوا ازاي، بره بيبقوا بيخسروا وبيكسبوا بيسلموا على بعض بعد ما يخلصوا الماتش وكده في روح رياضيه، ما يعملوش صوره لمصر ان هي احنا همج او ان احنا كلاعيبه لازم نبقى من ناس محترمه ويفهموا في الكوره كويس، يعني يتعاملوا كويس يلعبوا بود مع بعض وما يبقاش في مشاكل وكده، مش الكوره تبقى حلوه. لو على اللعيبه بشكل عام انا انصحهم ان هم ما ينساقوش وراء بعض الجماهير سواء من الطرفين، بالرغم ان انا اهلاوي هقول سواء من الطرفين، لان في ناس يعني من بعض الجماهير بيزيدوا من حاله الاحتقان دي. انصح اللعيبه اللي هو ما ينفعش اللي هو يستفز الفريق اللي قدامه مهما كان حصل ايه، خلونا يحسسونا بالكوره بطعم الكوره زي ما احنا بنشجع الفرق الثانيه بره مصر. اللي انصحه بيه ان انت راجل مش لوحدك، انت قدام 50 مليون 60 مليون بيحيوك، بيحبوك 100 وبيحبوك 70 وبيحبوك 80، لازم يكون ليك كيانك، ليك احترامك، ليك ادبك، ليك اخلاقك، انك انت كل الناس عينيها عليك. ان عملت كده انت هتتكره لوحدك، انتوا ممكن كده اللي تقلبوا الدنيا دي كلها تاني، احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين حاجه نظيفه. انت كسبت مبروك، ده خسر ارض لك كده، ده لازم، دي الاخلاق اللي احنا اتربينا عليها من زمان.